السلام عليكم ورحمة الله. موضوع اليوم عن مجموعة شركة دريك الدولية، نرسل لها استمارة مجانية 3 مراحل تمر بها بكل سهولة طبعا. من أي دولة عربية؟ الأردن، المغرب، الجزائر، تونس، دول عربية كثيرة موجودة. يمكنك الإرسال عبر البحث عن مهنتك، هناك وظائف شاغرة في الموقع ووظائف نضع البحث عنها. تابع معي هذا الفيديو سوف تعرف كل هذا. هنالك سهولة وسلاسة عبر مجموعة شركات دريك الدولية. طبعا الاستمارة سوف تكون على هذا الشكل، 3 مراحل. هنالك المرحلة الأولى والثانية الكونفيرماسيون، والثالثة سوف يتواصلون معك فيها. سوف ترسل سيرة ذاتية التي عليها نجمة، يجب عليك تحميلها على هذا الشكل PDF JPG. لا، هنا الوضعية التي تحمل بها سيرتك الذاتية، الاسم والنسب والأدرس والمدينة، ثم من أي دولة أنت موجود. ألجيري مثلا موجودة، المغرب، الجزائر، تونس، العراق، سوريا، بعض الدول، ليبيا، لبنان، تركيا. سوف تحدد الدولة، دولتك أنت. سوف نضع على سبيل المثال هنا العراق موجودة، على سبيل المثال هنا الكويت، ليبيا، نضع المغرب، ثم نضع المدينة التي نحن موجودون فيها في البروفانس. تضع البروفانس، هل أنت في بني ملال، أكادير، أزيلال، بن سليمان، تختار الصويرة مثلا، الصويرة هكذا. ثم الكود بوستال، وتضع الهاتف التي عليها نجمة ضرورية، ثم الجيميل وليس هوت ميل، باسمك ونسبك، وإذا عليه أرقام لا مانع في ذلك، ثم كونتيني. سأريك كيف تصل إلى هذه الاستمارة، وكيف ترسل إلى المهن المتوفرة، وكيف تبحث عنها بالفرنسي أو بالإنجليزي في كندا طبعا. ويمكنك التقديم عبر Indeed أيضا، هنا Apply with Indeed موجودة، يمكنك التقديم عبره. ولا تنسى أن السيرة الذاتية الكندية عبر هذه النصوص لا تحمل بطريقة ثانية. إذن نتجه مباشرة إلى شرح موقع دريك انترناسيونال لمن يريد التقدم إلى وظائف في الموقع. إذن تجد الموقع على هذا الشكل، هناك تجد العملاء والباحثون عن عمل وبعض الوظائف داخل دريك وحول دريك انترناسيونال، وهنا المواقع فيسبوك، تويتر، لينكدين ويوتيوب أيضا. إذن أخي الكريم أختي الكريمة، هناك القائمة، هنا تضغط عليه، تجد بالفرنسي أو بالإنجليزي يمكنك الإرسال. الباحثون عن عمل، وظائف الشاغرة، نصيحة مهنية، كل النصائح والإرشادات تجدها في الموقع، هنالك معلومات جدا كثيرة في هذا الموقع. نضغط على الباحثون عن عمل ويدخل، سوف يحولك مباشرة إلى هذه الصفحة. تجد ابحث عن وظيفة، العنوان الوظيفي، تضع عنوان وظيفتك، الموقع كندا موجود طبعا، والبحث هنا تحميل سيرة ذاتية إذا أردت تحميلها في الموقع، وانضم إلى الشبكة وإدارة وقتك وحضورك، وهنا النصائح المهنية موجودة أيضا. طبعا سوف نضغط على المهنة وعنوان الوظيفي، نسجل على سبيل المثال عامل نظافة على سبيل المثال، ثم نضغط على البحث. سوف يحولنا مباشرة إلى الصفحة التي سوف نقدم عبرها عبر هذه المهنة، مدرس، معلم، سوف نبحث أيضا في هذا، هنالك فرص كثيرة، تابع معي. إذا بعد الضغط على البحث تجد وظيفة واحدة في هذا المجال، هنا تجد الصناعات والموقع ونوع الوظيفة ونطاق الراتب، عامل مستودع في إدمونتون، لوكيشن إدمونتون، تاريخ الإنزال 11/3/2021، وهنا بعض الصفحات تجدها تحت، سوف نضغط على عامل مستودع هكذا، ثم نبدأ في ملء الاستمارة. إذا أردت التسجيل ببريدك الإلكتروني لا مانع في ذلك، سوف أريك كل شيء فتابع معي. إذن هنا عامل مستودع، وتجد يتقدم تاريخ النشر، الرقم المرجعي، هنا يجب أن تسجل هذا الرقم المرجعي إذا تواصلوا معك وطلبوا منك هذا الرقم. دولة كندا، المقاطعة في ألبرتا، إدمونتون، نوع الوظيفة مؤقتة، نطاق الراتب $16، وهنا المسمى الوظيفي، عمال في إدمونتون ولديك خبرة لمدة سنة، وتبحث هذه الشركة وتستمتع أنك تحدث فرقا، وقد تكون لدينا فرص لك.
هنا التقرير تقدر أن ترفع أكثر من 50 لتر، والمسؤوليات هنا إفراغ وتنظيف المواد ونقالة، واجبات عامة، والعمل داخل المنزل وخارجه، والمؤهلات هنا تجد المؤهلات التي تلزمك في هذه المهنة، وهنا الراتب. وإذا كنت مؤهلا ومهتما بالتقدم لهذا المنصب فنحن نشجعك على إرسال سيرتك الذاتية مع خطاب تغطية. خطاب تغطية تذكر فيه الرقم المرجعي الذي ذكرت لكم من قبل الآن. طبعا يجب عليك أن تكون عارف حتى النوك الخاص بك وتضعه في خطاب التغطية. إذن أخي الكريم أختي الكريمة، سوف نضغط على يتقدم باللون الأخضر. هنا التقدم للوظيفة، هل أنت عضو؟ تضع البريد الإلكتروني، تضع موافق. لا، سوف نقدم إلى وظيفة دون التسجيل في الشبكة، نضع يكمل، لا تضع موافق هنا وبريد إلكتروني، ضع يكمل. ثم نبدأ في تحميل السيرة الذاتية كما أريتكم في أول الفيديو. عبر الاستمارة تبدأ في الضغط على الاسم والنسب والبريد الإلكتروني والدولة، تختار دولتك ألجيري مثلا، ثم مدينة في ألجي وفي عنابة، باتنا، بجاية، أنت تختار بيسكرا على سبيل المثال في بيسكرا، ثم رقم الهاتف ضروري عليه نجمة، البريد الإلكتروني باسمك ونسبك، ثم كونتيني. سوف تجد هنا المراحل، ثم توافق على الشروط في المرحلة الثانية، ثم الإرسال. هذا سهل جدا وبشكل مجاني، وعندما يتواصلون معك تعرف كل شيء. إذن لا تنسى الرقم المرجعي، سوف نعود لكي نسجل مهنة أخرى على سبيل المثال في التعليم. لا تنسى الرقم المرجعي، يجب أن يكون لديك، أن تكون ملم وعارف هذا الرقم كما شرحت لكم. طبعا فايند جوب، سوف نضع الاسم المهنة التي نريدها، أستاذ على سبيل المثال، ثم نضغط سيرش البحث. طبعا أنت تضع مهنتك، إذا لم تجدها يمكنك إرسال والتواصل معهم وإرسال لهم سيرتك الذاتية عبر بريدهم الإلكتروني الموجود تحت الصفحة. طبعا إذا لم تجد مهنتك يمكنك الإرسال عبر البريد الإلكتروني الموجود تحت الصفحة للموقع. إذن هنا نجد في الموقع 15/3 تم تنزيل هذه الفرصة بالنسبة للمعلمين، سوف أريك الشروط والإجراءات فتابع معي. إذن هنا سوف نجد معلم البحث عن عمل وتاريخ النشر والدولة في نوفا سكوتشيا، مقاطعة المدينة يارموث، نوع الوظيفة دائم ونطاق الراتب، سوف يتواصلون معك وتعرف راتبك. إذن المهارات والمسؤوليات والمسمى الوظيفي، حاليا سيكون لدى المرشح الناجح الحماس، وهنا تقرأ كل هذه المعلومات في نوفا سكوتشيا للتدريس، وتكون قادر على اتباع نهج خارج الصندوق أثناء المساعدة في برنامج الفردية للطلاب وخبرة التعليم. وتجد هنا أي شخص قد يبحث عن فرصة جديدة يزور هذا الموقع، موقع الرابط الموقع، ونجد يتقدم، نضغط عليه على هذا الشكل. طبعا نفس الطريقة، سوف تضع continue تحت ثم ترسل الاستمارة بكل سهولة في فرصتك. وإذا لم تجد مهنتك فتواصل معهم وأرسل لهم في بريدهم الإلكتروني. طبعا هنا الاستمارة كما ذكرت لكم، وهنا تجد معلوماتهم في لينكدين أيضا، ادخل على لينكدين على سبيل المثال، نضغط على لينكدين سيحولنا إلى صفحتهم المباشرة، ويمكنك التواصل معهم. هذه هي صفحتهم في تورونتو أونتاريو، سوف ترسل زيارة الموقع الإلكتروني أو متابعة، تتابعهم، ترسل لهم، تتواصل معهم. ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد، وشكرا لكم على المشاهدة من قناة سويت هارت للهجرة.